بسم الله الرحمن الرحيم. الآن حشرح مبدأ اللي هو الحاضنة الكهربائية اللي تربية الملكات. طبعا الحاضنة عبارة عن اللي هو صندوق مغلق في أسفله سخان حراري وفي الأعلى مروحة شافطة بحيث أنه يصير في عنا دورة هواء داخل الحاضنة. في طبعا نوعين، ممكن نستخدم أرفف أو مواسك حوامل للإطارات اللي هنربي فيها البيوت الملكات، اللي هتكون عبارة عن سدابتين موجود في الإطار. ممكن نحط الإطارات بشكل هذا بنفس الوضعية الموجودة في الخلية. طبعا الحرارة من الأسفل أو أحيانا تكون من الجنب حسب تصميم الحاضنة، وأهم شيء المروحة في الأعلى شافطة فيبدأ في عنا دورة هواء بشكل هذا، بتوزع الحرارة بشكل منتظم. نضع البيوت طبعا في اليوم العاشر بتكون أكبر نسبة نجاح فقس بالنسبة لبيوت الملكات. نقوم في إغلاق الحاضنة طبعا بعد وضع فقط إناء من الماء في قاع الحاضنة بحيث أنه تكون الرطوبة في حدود المناسبة للكؤوس كؤوس الملكات. الآن يتم إغلاق الحاضنة وتشغيلها. حنظبط درجة حرارة عند 35، يعني 34.5 هتشتغل عند 35 تفصل. إذا في عنا نص درجة مئوية اللي هو 0.5 أو 0.5 من الدرجة المئوية بحيث أنه تكون في الأعلى زائد أو ناقص، فيتم اللي هو المحافظة على بيوت الملكات. وطبعا حنتكلم عن بعض التكتيكات المستخدمة في استخدام اللي هو الحاضنات الكهربائية. الحاضنات الكهربائية طبعا مهمة جدا في محطات تربية ملكات لأنها بتوفر جهد على النحل، وبنفس الوقت بيكون عمل منظم بحيث أنه نحن باستطاعتنا أن نكتب تاريخ خروج بيوت الملكات وتوزيعها قبل بيوم. شكرا والسلام عليكم.